ايه؟ في فار في اللوكان ده يا اكرم. ايه ده بجد والنبي؟ اه والله انا بخاف من الفيران قوي. بتخاف من الفيران ايه ده وقته يا اكرم؟ والنبي بخاف من الفيران والله. احنا هنتفضح كده في اللوكان ده. مش مشكله بس الفيران تبقى مش ممكن. مش معقوله. ما يصحش كده. اللوكان ده اللي انا عايش فيها طول عمري الاقي فيها افيال؟ وانا عشان واقفه قدامك يا حاج ولا ايه؟ في ايه؟ العفو يا هاني يا حبيبتي. هو لابس نظاره مكبره بتكبر الحاجات شويه. معلش بتكبر ايه؟ انا عارفه الراجل ده مش ده اللي عنده الزهايمر اصلا. اه يا بابا ده ما حلتناش غيره. لا في افيال يا اكرم في اللوكان ده. انا لسه شايف فيل دلوقتي بس الزلومه بتاعته من ورا. يبقى مش انا. الحمد لله. ايوه كده. حضرتك ده فيل عامل دبل كيك يعني؟ دبل ايه؟ دبل كيك. كيك؟ اه. عندكوا كيك؟ اه عندنا. او باش جرابيع. ايه الشتيمه القديمه دي؟ ابن الجنايني بقى ظابط يا بابا. شوم الزمن ده؟ اه والله بالروب اللي هو لابسه ده. هنعمل ايه يا اكرم دلوقتي؟ خلاص انا زهقت. مش ممكن يا حبيبتي. ما انت مش عايزه. خانق نفسي بالدنيا. اعمل ايه تاني؟ طب خلاص. ايه القرف ده؟ هو البتاع ده محيرك من اول اليوم؟ والله بص عامله زي المجانين. ايه جوه وايه بره؟ اعمل ايه تاني؟ ما يا حبيبتي ما انت لو سامعه كلامي بس مش هيحصل كده. يا اكرم انت مش فاهم الفار اللي انا شفته عامل ازاي؟ يا حبيبتي ان شاء الله هنلاقي حل يا حبيبتي. ده راسه قد كده وعينيه داخله لجوه ومش ممكن. مرعب قوي. عمي انا اسف. الفار اللي انا شفته اهو. ايه الفار اللي شفته اهو؟ خايفه ليه انت؟ حته جبنه رومي. عمي انا اسف. دي فونتاس جبنه رومي. ده المثلث اللي اسكندريه بتاكل منه عارفه؟ عمي مش موضوعنا. انا جاي اتاسف لك على المعالج. انا كنت بحاول اساعد مش بنصب. سيبك من كل ده دلوقتي. شوف لي مشكله الفيران دي. اي ما هو موضوع البغبغان هو موضوع الفيران. يا ابني انت عبيط. انا بقول لك الفيران. اي ما انا اللي جايب الفيران. ايه؟ إيه اصل انا إيه هقول لك. انا عرفت ان ده معاد اكل البغبغان فقلت اجيب له كام فار يمشي قدامه يجروا ريقه فيشوف الفار ينزل ينقض عليه. ننقض عليه ونقول له يا بغبغان خطفوك. يا ابني انت عايز تجلطني يا ابني. اخلص. خلصني من الفيران. حاضر حاضر. ما اعرفش يساعدكم. اوف. الو يا معلم رشدان. بقول لك موضوع الفيران ده فشل والنبي. فبعت لنا 30 تعبان ياكلوا الفيران دولت عشان الناس هنا زعلانه مني. اه ويبعت بعتها ارفاعي بقى عشان يطلع التعبين والهبل ده. ايه مش عايزين تعبين؟ يا سيدي انا عايز اخلص من الفيران. خلاص خلاص. طب ابعت 3 ديابه. ماشي. 2 بس في ديابه. خلاص ابعت ديبين. عندنا دياب. ماشي ماشي حبيبي يلا. اه بيقول لك هيجوا ياكلوا الفيران لو في بحر هياكلوه بالمره. ماشي. نفسك يا جدع. حاضر. انا كده يا عم عملت الصح. بس برضه مش هيغمض لي جف غير لما اجيب لك البغبغان ده. ماشي. انا هجيبه. انت بتنيل. تعالى اتفضل يا بيه. طلع لي الفار بقى من الحمام. لا ليديز فيرست. يا ربي يا اكرم عليك بقى. اللي هياكل ودانك يا رب. بس واحده واحده. ماشي. واحده واحده يا جماعه. ايه يا عم؟ يا ماضي. ايوه يا فاضي. يا ماضي تعالى بسرعه. مالك في ايه؟ انت ما دريتش باللي حصل. ايه اللي حصل؟ مش الحاج رمضان اتجنن في عقله وبيفرق اكل؟ ايه الله. بس انا لسه واكل يا صديقي. تسلم لي. وانت اكلت امتي؟ مش فاكر. بس انا فاكر. خد خد وتعالى وراي. امسي. تصدق انا فعلا شكلي جعان وهفن. اوعى يا عم الهكسوسي. ازيك يا دهدوت كيدي؟ ازيك يا عم راضي؟ طب وكيدي؟ يا ربي. طب حط يا حط إلهي. حط يا عم بقى كيدي. سبحانك. حط حط حط. خد. ايه دي؟ دي شوربة زعفة. ايوه. ايه اللي بيضحكك في زعفة؟ ايه اللي بيضحكك فيه؟ هو الحاج رمضان. ايوه. ماله؟ استنى. ايوه معاك. اتجنن في حاله ولا حاجه؟ ليه؟ عشان الزفر؟ ايوه. يا سيدي كل وادعي له بالرحمه. مفيش حته قرصه. يا عم مفيش. امشي بقى من قدام. خلاص خلاص انت بقيت قد كده. خش يا عم ماضي خش. هات يا بلبل. شايف الناس الكمل؟ عايز ايه يا عم؟ هات شويه. شويه ايه؟ رز بلبن. لا لا. هو ايه الاستباحه دي يا جدع؟ انت يا ابني جاي يا عم. انت جاي صبي الرحماني. ما تزهقوناش بقى في عيشتنا بقى. مالك يا بلبل فين؟ خد خد صوبيا. صوبيا؟ عايز تمر؟ خد تمر. على تمر؟ تصدق دي احلى صوبيا دوقتها في حياتي.
ماشي، وانت فاكر حاجه في حياتك خالص؟ انا مش فاكر حاجه في حياتي. لا مش فاكر. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ أدهت. يا عثمان اصبر يا ادريس. ادريس امشي امشي من قدامي بدل ما افحصك. اصبر يا عم. اهلا. ازيك يا حاج رضا؟ ازيك يا حاج رمضان؟ كيدي كله كال وكله تمام. عامل ايه كيدي؟ الحمد لله. طب وكيدي؟ بطل رخامه بقى. طب انا هقول لك نكته هضربها. نكته جديده لانج. مره كان في طماطمايه عيانه قعدت تقول كشتب كشتب. انا مش هعمل حساب للسن. طب خلاص خلاص. سلام عليكم. عليكم السلام يا حاج رام. كل الناس كلوا على الشوربه. الله يخليك. كله كل. انت سايبني في المستنقع ده لوحدي معاه عم رمضان. معلش شوف باقي المستنقع. اتفضل. ها ايه الاخبار؟ الله احلى شوربه شربتها في حياتي. شفت مش حارمكم من حاجه اهو. بس معموله من ايه؟ لا ده سر الخلطه بقى. طب مش هتجيب حته من الديك الغريب اللي هناك ده؟ لا معلش مش هينفع. مش هينفع؟ اه لا. طب انا هكتب عنك ريفيو ازاي الزفت؟ يلا اعمل اللي انت عايزه. ماشي. انت عايز حاجه مني يا عم رمضان؟ خش انت قبل جوه. خش بقى. خش حط ده. سيب الباقي ده في التلاجه. ماشي. واحنا عندنا تلاجه. نو وي يا اكرم. الكلام اللي انت بتقوله ده بجد؟ يا حبيبتي اسمعيني بس. اسمع اسمعيني اكرم بجد يا حبيبي. اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. اسمعيني بس. احنا هنجيب بغبغان شبهه بالظبط ونوديه للراجل وناخد فلوسنا. ازاي وهو فصيله نادره ما فيش منه غير اتنين في العالم؟ نشتري التاني ب 200,000 دولار. هو لحق غلي؟ ايوه طبعا. وبعدين انا قلقانه يا ترى البغبغان بياكل بيشرب حالته النفسيه ايه؟ بيلاقيش عليه يا اميره هان. هو دلوقتي في مكان احسن بكتير. وانت عرفت ازاي رمضان؟ اهو كلام بنهدي بيه الناس الموبوئين. لا 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 انا قلبي بياكلني. قلبك ايه؟ بياكلني. لسه ما شاء الله ما اكلش حاجه خالص. اكرم. ايه يا حبيبتي؟ انا مضطره ابلغ الام اس اي. ايه الام اس اي اللي هتبلغه ده؟ جمعيه اصدقاء البغبغان يا سيدي. ايوه هم اصحابه يجي يدوروا عليه بنفسهم ملناش دعوه. عنده هم بغبغانين اصدقائه ايه؟ ما بقيه الطيور هتدور عليه لان على راي المثل الطيور. مش هكمل انا عارف. بس ايه ده يا رمضان انت دابح ولا ايه؟ اه ايه ده القرف ده يا رمضان؟ ايه العفانه دي يا اخي؟ خلاص ايه يا اخي حرام عليك. طب طفحاني قبل ما ادوقها. دوق دوق. من زمان ما دوقناش حاجه كده عندك يا رمضان. شغل اخوك بقى من 40 سنه ما عملتش كده. ايه الحلاوه دي يا رمضان؟ شفت ايه رايك؟ ده انت دابح ايه؟ اهو بس ما يستاهلش الرقم ده. هو ايه ده؟ ده بتاع ده قلبين شوربه. قلبين شوربه امك كانت سانده بيهم الترابيزه جوه فخدتهم على طن ميه والغلابه يشربوا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده صوت ضرب نار. ما تقلقوش ما تقلقوش. انا اديت امر بالضرب في الجوانح. ما حدش هيضرب في كبد وقوانص. يخرب بيتك كبد وقوانص بتاعت ايه؟ انت عايز الرجول؟ رجول مين؟ البغبغان. الله يخرب بيت اللي خلفوك. إيه؟ انت بتضرب البغبغان بالنار. ما انا هجيبه الكلب اللي مدوخنا ده من الصبح. مفيش كلب غيرك ابعد عنه. ده بتمنك انت واهلك. ما انتوا اهلي يا جماعه. انتوا بتهينوا نفسكم. يا عم انا احنا مالناش تمن يا عم. احنا ناس رخيصه. يعني ايه موت البغبغان القاتل؟ لا انا حاولت انا لسه ما لقيتوش.